أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا شيخ الحبيب. توقفنا عند التواتر، دعوة أنه نعم. متواتر، الكلام هذا طبعا لا يسلم له أبدا أبدا. جميل. طيب، ثم قال: ودعوى أنه إنما يدل على أن عليا خليفته في أهله خاصة مردودة. بس دقيقة، اسمح لي. تفضل. مردودة بأن كل من قال بأن عليا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته قائل بخلافته العامة، وكل من نفى خلافته العامة نفخته، ولا قائل بفصل. فما هذه الفلسفة؟ شوف شو الخطأ شغل أزهر. فما هذه الفلسفة المخالفة لإجماع المسلمين؟ قلة أدب. يعني الشيخ الأزهر عمره 80، أنت عمرك 40 سنة أصغر منه، زين، دبل عمره، ضعف، زين. يقول ما هذه الفلسفة؟ وهذاك تمجيد يجيك الحين، آمنت بمن نورك الظلم، ما يقول لا استح على وجهك انت، انا جاهل عندك تقول لي بلا فلسفة بلا كذا. ما مراد عليه، مراد عليه يقول اترك عنك هذه الفلسفة. طيب، فما هذه الفلسفة المخالفة لإجماع لإجماع المسلمين؟ لا إجماع ولا قالها الله. حسنت، عندك شيء كأنك تريد؟